نبشُ قبر حجر بن عدي رضي الله عنه نوع معركة مع أجساد الموتى مع العظام مع الرفات، كما هي معركة مع حرمة المؤمن والحكم الشرعي وتاريخ الأمة والرسالة، ومع حس إنساني متأصل يتعفف عن الدخول في معركة من هذا النوع، معركة مع أجساد الموتى ومع العظام والرفات. وإذا كان نبش قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي معروف عند فاعلي، فإن أكثر أبناء الأمة وعلمائها تراه منكرا وتستبشعه من منطلق الدين نفسه. ويأتي السؤال هنا: أين إنكار هذه الأكثرية؟ وما مستوى الإنكار الحاصل فعلا من حجمها؟ ولماذا يتركز الإنكار على ما يتنافى دينا عند الأكثر من عموم المسلمين على طائفة معينة؟ وهذه بلية من بلايا الأمة اليوم التي تضر بالمعروف وتفتح الباب للمنكر. أسلوبان وهدف واحد معدل. كان الهدف عند السلطة دائماً ومنذ البداية في تعاملها مع الحراك الشعبي السياسي المطلبي هو إجهاضه وإفشاله، وأن يتم الصمت ويطول به الزمن وتنسى المطالب. وكان الأسلوب في تحقيق هذا الهدف يتمثل في لغة السجن والأحكام العقابية المشددة والعقوبة الجماعية الرادعة وسحب الموت من الغازات السامة الخانقة والفصل من الوظائف والحرمان من الدراسة وإسقاط الجنسية والتهم المضخمة وإسقاط الشخصية وإثارة رأي عام ضد مستهدفين بعينهم لأكثر من غرض سيء والإعلام المضلل ومفردات أخرى داخلة في أسلوب القمع. وقد طالع هذا الأسبوع شعبنا بحكم يقضي بالسجن لمدة 15 عاماً لكل واحد من 31 من أبنائه، والشعب يعرف عدداً من شهدائه قتلوا تحت التعذيب والقاتل لم يمسسه سوء، ويعرف أكثر من واحد من أبريائه الذين نالتهم التصفية الجسدية من غير مشاركة في مسيرة ولا اعتصام، ثم لا خبر عن القاتل فضلاً عن أن يناله عقاب. هذا عن الأسلوب الدائم الذي رافق الحراك من أوله لإجهاضه وإسقاطه وإسكاته، وذاك هو هدفه، ويبقى الهدف هو الهدف بتعديل يزيده سوءاً يحمله أسلوب الحوار الذي دعت إليه السلطة كما يبدو منه لحد الآن، حسب ما عليه تركيبة الطرفين وسيره العملي والمقاومة العنيفة من الجانب الرسمي وفي مرحلة المقدمات والمبادئ لأي مقدمة ومبدأ يمثل ضمانة لتحقيق نتائج تخدم مطالب الشعب. وكأن المراد هو حوار يشترك مع أسلوب العنف الذي تعاملت به السلطة مع الحراك في هدف إجهاضه وإفشاله، لكن مع جديد مخزن هو أن يوقع جانب المعارضة في الحوار على إسقاط مطالب الحراك الرئيسة من ذات الوزن عن الاعتبار والتنازل عنها بصورة موثقة ومن منطلق ظاهره الاختيار. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات. وهل يمكن التماس رغبة جدية عند الجانب الرسمي في الحوار العادل الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج مرضية للشعب فيما يؤدي إليه اجتماع المتحاورين في نهاية المطاف من نتائج؟
في ظل إصراره على أن يكون تمثيل المعارضة 8 في حين أن تمثيله في 19 عضواً من أعضاء الحوار؟ وهل يمكن التماس رغبة جدية في العدول عن سياسة العنف إلى لغة التفاهم الحقيقي في ظل منع السلطة لزيارة المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة هوان منديز للإطلاع على ما يجري في هذا البلد، هذا بعد الاتفاق على الزيارة وتحديد موعدها؟ أليس في هذا دليل ناطق بسياسة التعذيب الممنهج والذي تخشى السلطة أن تصدر به شهادة رسمية بهذا المستوى؟ يتمنى كل الخيرين من داخل البلد وخارجه لهذا الوطن حواراً وراءه نية صادقة، ويقوم على تخطيط ناجح يعتمد العدل في خطته، ويخرج بنتائج عادلة قادرة على نيل موافقة الشعب، ويحل وينهي أزمة الوطن، ويفضي إلى اندثار محنته وتلافي خسائره. هذه هي الأمنية، أما الواقع فمما لا يخدمها، ومع الأسف الشديد ولا يصب في صالح النتيجة المرجوة.